ان شاء الله هنتكلم على اعطال غساله جانوسي اي زد 7 ام اس. وقبل ما نتكلم على اعطال الغساله، احب انوه على نقطه مهمه جدا، ان في ناس بتتصل بيا في التليفون عشان اقدم لهم دعم من خلال التليفون، وبيسالوني على مجموعه اعطال في كروت الغساله. فانا بقدم الدعم من خلال الفيديوهات فقط، والتليفون يا جماعه ارجو ان انت تستخدمه في حاله لو انت عندك كارت عايز تعمل له عمليه صيانه، فبتكلمني عشان نعمل لك صيانه للكارت. انا الدعم من خلال الفيديو فقط حسب الوقت المتوفر عندي. فمبدئيا تعالى نتكلم مع بعض على اعطال الغساله. طبعا انا فاكك الوش زي ما انتم شايفين كده. انا جالي الكارت ده كان فيه مشكله ان هو الموتور بيلف في اتجاه واحد، ودي مشكله. المشكله الثانيه ان الموتور يعني ان الكارت نفسه بيفصل بعد شويه، بيفصل باور خالص، بيفصل ضوء خالص. المشكله الثالثه ان طرمبه الصفر ما كانتش شغاله. فطبعا انا عشان افكر منطقيا كده، تعال الاول نتكلم يعني الكارت انت عامل معاه ازاي، ونحلل الكارت، وبعد كده نشوف ايه المشاكل دي اصلاحها كانت عامله ازاي. مبدئيا طبعا انا فكيت الكارت الرئيسي بتاعي اهوت. طبعا يا جماعه الكارت ده معروف ان هو عليه عزل، فانا طبعا بفضل بدل ما احنا نشيل الكارت من قلب الغلاف البلاستيك دوت، لا انا بفضل ان احنا نعمل عمليه نحر كده للجزء البلاستيك دوت، بحيث ان احنا نفضي الجزء البلاستيك ونقدر نوصل الكارت بسهوله، احسن ما ننزع الكارت من جزء من الجسم الخارجي للكارت فيحصل عمليه كسر اثناء النزع او كده. فانا بفضل ان انت تنزع دي. طب انا ليه نزعت الكارت بشكل كلي كده؟ لان طبعا لقيت ان العطل، يعني انا في الاول فتحت الفتحه اللي هي المربعه ديت عشان اشوف العطل كان جزئي ولا لا، لقيت ان العطل مش جزئي، لا ده لازم ان انا ارجع على حاجات مهمه في الكارت كلها. فابتديت ان انا ايه يعني افك جزء كبير من الكارت عشان الكارت كله يتكشف قدامي واقدر اتعامل مع الكارت. فتعال نحلل الكارت الاول ده مش ازاي. انا عندي هنا الكارت زي ما احنا شايفين، اول حاجه عندي مجموعه ايه دايره الباور. دايره الباور اللي احنا شايفينها دي من النوع السويتش مود باور سبلاي اللي هو الاس ام بي اس. دي زي ما احنا شايفين طبعا بتعتمد على محول فولرايد، وطبعا عشان انا اتاكد ان خارج الباور بتاعه سليم لازم اقيس فولتين هنا على المكثفين دولت. واحد هيقيس لي 12 فولت، في حدود 12 فولت، من 12 ل 14 فولت، والتاني لازم يقيس 5 بالظبط، يعني 5 فولت. ده واحد خاص بالمايكرو بروسيسور، والتاني بيغذي الريلي اللي موجود على الكارت. فده بالنسبه للايه لدايره الباور. فانا عشان اتاكد ان يعني لو عندي عطل باور في الكارت ده لازم اقيس الفولتين على الايه على المكثفين دول. طبعا انا فاتح من تحت زي ما وريتكم كده، فانا اقدر بسهوله جدا ان انا اكشف عليه على الباور بالافوميتر. انا دول طرفين المكثف اهوت، واقدر احدد المكثفين دولت قايسين فولت قد ايه. انا اسف، هو مضغوط الطرفين المكثف، تمام. فادي ايه الجزء الاولاني، دي دايره الباور. طبعا يا جماعه دايره الباور ده اي سي الباور، ده فوتوكوبر، ده زي فيدباك لدايره الباور. ده مكثف التنعيم الدخل، ودي طبعا مقاومه فيروزيه في الدخل اللي احنا شايفينها، برضه دي بتتقاس لو في مشكله في دايره الباور عندك او دايره الباور قطعه. المهم دي دايره الباور انا اتكلمت عنها اكتر من مره قبل كده في الدروس السابقه قبل كده. فبس اهم حاجه عندي ان انا الاقي 2 فولتين هنا، واحد حوالي 12 فولت عشان هو ده اللي بيفتح الريلي، والتاني ب 5 فولت اللي هو المايكرو بروسيسور بتاع الكارت نفسه هو اللي بيشتغل عليه. طيب يبقى ده اول جزئيه. تاني جزئية أنا عندي مجموعة الموتور عندي مجموعة اللي هم التلات ريليهات دولت، أدي ريلي 2 3، وعندي البريتش، وعندي ترياك برضه، تمام. مجموعة الريليهات دي هي اللي بتحدد إن نخلي الموتور يلف شمال أو يمين، وفي نفس الوقت بتحدد إن هو يشتغل على السرعة العالية أو الواطية، والترياك ده هو عشان يحدد الأمبير أو سرعة الإيه الموتور. طبعا انا لما جيت لقيت ان المشكله في الموتور في اتجاه الموتور، فتوقعت ان الريلي من الاثنين دولت فيه تلف، ففعلا ابتديت ان انا ارفع الجزء بتاع الريلي، وابتديت ان انا اقيس الريلي، برفع برضه القصدير من عليه وابدا اقيسه كده بقياس معين، بحيث ان انا اقدر
يعني اقيسه هو مظبوط ولا لا، انا بقيسه بالافوميتر بس، برفع من عليه الاس دي عشان ما يعملش اي شورت على الكارت، سواء بقى تديله تغذيه مباشره او تقيسه بالافوميتر. وعندي مجموعه من الديودات حمايه، مجموعه الديودات الحمايه دي هي دي بتحمي من التيار العكسي اللي راجع من الريلي، فطبعا دي مهمه جدا انا بقيسها. طبعا هي هتديني باور في على الكارت، فافضل ان هي تتقاس باور الكارت. بعد ما قست المجموعه هنا لقيت ان مفيش عطل فيها، لا والعطل تمام، المجموعه بتاعت الريلي دي مفيش اي مشكله خالص، فابتديت اشك طبعا ان الاشاره بتاعت الريلي نفسها مش جايه من ايه، من المايكرو بروسيسور. عشان كده ده اللي خلاني اضطريت ان انا افك الكارت كله، او ان انا افتح الكارت كله زي ما انتم شايفين بالشكل دوت. فاحنا زي ما اتفقنا ان مجموعه الريلهات وعندي البريدج، فالبريدج ده هو يعني زي ما تقول بيعمل عمليه توحيد للتيار للموتور، هو بيحب يشغل الموتور تقريبا على الدي سي عشان يبقى ناعم ملهوش صوت وكده، فهم حاطين البريدج ده هو اللي بيشغل ايه الموتور. وعندي طبعا الترياك ده عشان يتحكم في ايه، في سرعه الموتور. فدي مجموعه الموتور اللي احنا شايفينها. هننتقل للنقطه الثانيه، ان انا عندي اتنين ترياك، ده واحد خاص بالترومبه والتاني خاص باللوك، وعندي اتنين ترياك حجمهم صغير، نحاول نبينهم من السلك. دولت خاصين بالسولونايد اللي هو المايه السخنه والمايه ايه البرد، تمام. وطبعا دي صفات الانذار بتاعت الكارت. ده ايه بالنسبه لشرح الكارت من ايه، من الجزء من فوق. طب تعال نبص بقى على الكارت من الناحيه الثانيه ايه اللي موجود فيه. عندي انا هنا مجموعه من الاي سي هات، اول حاجه طبعا اهم حاجه الاي سي كنترول اللي هو بيتحكم في الكارت كامل. وعندي هنا اتنين اي سي، الاتنين اي سي دول هما ارقامهم زي بعضيهم، وانا لما جيت ابص على ارقام الاي سي دوت لقيت ان هو رقمه 6503 اي بي. طبعا الرقم ده ممكن يكون جديد عليك وانت ما تعرفش هو يعني ده اي سي ايه. فطبعا يا جماعه انا ابتديت ان انا الجا للداتا شيت واقرا الداتا شيت، لقيت ان الاي سي ده هو نفس تركيب الاي سي اللي هو اليو ال ان 2003 اللي هو السيركت دارك تون اري، اللي هو مجموعه من الترانزستور متركبه بشكل معين بحيث ان يعمل عمليه تقويه للتيار ويقدر ايه يعني ينقل تيار ضعيف لتيار اقوى. فطبعا انا على طول حددت ان البديل بتاعه اللي هو الايه الترانزستور الاي سي اللي هو 2003، وده من يعني من اهم الخصائص بتاعته ان هو عليه زي حمايه داخليه في حاله لو حصل اي شورت داخلي جواه، ما بيعملش عمليه ان يعني ان الاي سي بيفتح على بعضه فيسبب شورت في الكارت بشكل كامل ويدخل التيار على الاي سي بتاع كل المايكرو بروسيسور، علشان كده ما بيحصلش عمليه تلف للاي سي خالص. فطبعا ده عليه حمايه قويه جدا بسبب الاي سي 2003 اللي هو فيه فكره العزل، ان هو عامل عزل كامل من خلال الاي سي دوت اللي هو ال 2003. طبعا انا حددت ان هو ده البديل وابتديت ان انا ايه اركبهم واغير الاي سي هنا. طب هقول لك دلوقتي انا ليه غيرت الاي سي هنا وايه السبب. انا غيرت الاي سي هنا علشان الاي سي الاولاني ده خاص، لما رجعت التوصيلات ده خاص بمجموعه الريلي بتاعه الموتور، وهو ده اللي بين الاشاره من المايكرو بروسيسور للايه للريلات، وهو ده الاي سي المسؤول عن كده. فابتديت فعلا ان انا غيرته، وبالتالي لقيت فعلا ان لما غيرت لقيت ان الموتور اشتغل معايا عادي خالص وبيلف شمال ويمين ومفيش اي مشكله خالص. طيب النقطه الثانيه ان انا لقيت الترومبه مش شغاله، فابتديت اتبع فين ترياك الترومبه، مسكت الترومبه ببدا احدد السلك بتاع الترومبه ده جاي السلك جاي منين، من بدايه الترومبه لحد الكارت واصل فين في الكارت، ومن الكارت واصل لاول رجلي فين، فلقيتها واصله لاول ترياك اللي هو الترياك دوت. وابتديت ان انا اتابع التبياك ده، فلقيته ان التبياك ده يعني متصل بالاي سي التاني دوت، فبالتالي عرفت ان هو الاي سي ده فيه مشكله، رفعت الاي سي وغيرته، وفعلا بعد ما غيرته لقيت الترومبه اشتغلت معايا بدون مشاكل خالص. طيب بالنسبه للتبياكات يا جماعه، طب انت ليه ما شكتش في التبياك ده وقلت ان هو ده اللي فيه مشكله؟ انا يا جماعه بقيس التبياك ده ان انا من خلال ابره كده، من خلال ابره كده بحط بعمل عمليه نغز للترياك من خلال الابره وببدا اقيسه. طبعا انا بيبقى معايا ابرتين ببدا اقيس بيهم كاني متصلين بالافوميتر، وانا عرضت الفكره دي قبل كده في درس قبل كده، وقدرت ان انا احدد ان الترياك ده عليه شورت ولا لا،
بس انا طبعا لما قست التبريكات دي لقيت ان التبريك بتاع الطوم سليم، مفيش منه مشكله، وبرضه اتاكدت ان الاشاره اللي خارجه من المايكرو كنترول مش شطلاله، وبالتالي ابتديت ان انا ارفع الاي سي بتاع نقل الاشاره من الاي سي مايكرو كنترول للتبريك، وبالتالي فعلا لما غيرت الاي سي لقيت الطوم اشتغلت معايا ستيبل، مفيش اي مشاكل فيها. طيب دي مجموعة الاي سيات. طبعا مش هننسى الاي سي المهم جدا الصغير الجميل دوت، ده اي سي عبارة عن اي سي ابروم، ده بيتخزن فيه داتا مهمة جدا للغسالة، دي خاصة بتشغيل الغسالة. طبعا الاي سي دوت عليه بسوفت وير، السوفت ده انت تقدر تنسخه لو في حالة ان الشركة عاملة مش عاملة عليه اي نوع من انواع الحماية، يعني في حالة ان الشركة لو مش عاملة عليه حماية بتقدر تنسخ الاي سي ده بالنسبة للايه، او تنسخ السوفت وير اللي على الاي سي نفسه. ده بالنسبة للايه، للاي سيهات اللي موجودة عندي. طيب انا طبعا لما لقيت ان الاي سي بتاع الموتور ده فيه مشكلة، طب شكيت ليه باظ؟ ما هو باظ ليه؟ لان هو دخل له تيار عكسي من الريلي، فالريلي ده راح ضرب عند الاي سي. طب ليه دخل له تيار عكسي؟ لان في ضيضات من هنا مش سليمة. فعلا ابتديت ان انا ارفع الضيضات، لقيت ان الضيضات دي مش سليمة. طب انا ليه ما قستهاش على الريلي؟ لان الريلي ده عليه ملف متوصل بالتوازي مع الدايود، فهيديني شورت، فبالتالي هيديني ان ايه، ان الدايود ده فعلا عليه شورت، لكن بابا هيبقى افضل اما ترفعه وتقيسه بابا هيبقى افضل قياس. طيب انا يا جماعه هم كانوا في الكارت الاصلي مركبين الدايود اللي هو شكل شبه الدايود زينر كده زي ما احنا شايفينه، انا استخدمت دايود تاني اللي هو الاس ام دي عادي خالص، ده بالعكس ده احسن، لان هنا ده الدايود ده قيمته تقريبا طياره هيوصل ل 800 مللي امبير، يمكن يكون اكتر من كده، فهيدي حمايه اكتر، فبالتالي ما يعني في حاله التيار العكسي من الملف جه عالي، لا هو بيقدر يصد التيار دوت وبيبدا يوفر له مسار تاني، فبيبدا ما يحصلش اي شورت على الاي سي بتاع الايه، نقل الاشاره من المايكرو كنترول زي ما احنا اتفقنا اللي هو الاي سي 2003 ده بعد التعديل. ده مبدئيا كده يا جماعه شرح وتحليل بسيط جدا للكارت، ان انا ازاي اكتشف اعطال الكارت ده. طبعا انا عندي الكارت التاني دوت عباره عن كارت الشاشه عادي خالص، دي شاشه وده مفتاح سلكتور عادي ومجموعه مقاومات وزراير، دي لو حاجات بتبوظ سواء بقى الزرار دوت مش مثلا بتقيسه بالافو، لو في اي حاجه منهم بتقيسه هو ده اللي بيديك ايه، بين الاشاره. وزي ما انت شايف كده الكارت بسيط جدا، يعني كل اللي انا شايفه ان هو فيه مجموعه فيه اي سي هم من جوه، بس طبعا عشان احنا ما رفعناش الشاشه عشان كده ما شفناهمش ومفيش مشكله عندي في الشاشه خالص. ده بالنسبه للكارت. فانا يا جماعه زي ما قلت لكم كده، احنا الاول لازم نتاكد ان الفولت واصل هنا مظبوط، لازم نتاكد ان الريليهات ديت مظبوطه، في ناس بتقيس الريلي مجرد ان هي بتقيس الكويل بتاع الريلي ده غلط، مش كفايه، لازم تقيس التلامسات الريلي نفسها ان هي قويه مفيش فيها مشاكل خالص، ودي لها طرق كتير بس انا عشان وقت الفيديو. اشتباكات يا جماعه انا بقيسها في حال لو حصل ان انا في حاجه مش شغاله عندي زي الترومبه او اللوك او ففعلا انا بقيس، لو لقيت شورت عليهم هبدأ اغيرهم، ما لقيتش شورت هعرف ان الاشاره كده مش جايه من المايكرو كنترول، واشوف الاي سي اللي هو يعني الوسيط ما بينهم اللي بين الاشاره ما بين المايكرو كنترول والترياك هو ده اللي عارف فيه المشكله فرفعته. وبرضه خطوط التغذيه لازم تراجعها، اي خط في البورده لازم تراجعه وتشوف ان كان اي مش فيه مشكله في ايه في الخطوط. يعني اكون ان شاء الله يكون الفيديو واضح وبسيط جدا وما يكونش فيه اي تعقيد، وزي ما اتفقنا في الاول يا ريت يا جماعه الاتصال يكون في حاله الصيانه فقط، لان انا عندي الوقت ضيق جدا وما عنديش استعداد ان انا يعني اقدر ارد على كل التليفونات اللي بتجيلي، فعايز تكون التليفونات اللي بتجيلي تكون اللي هي مهمه فقط. الدعم انا بقدمه من خلال الفيديوهات اللي انا بقدمها، بقدم لك معلومه، عايز تشجعني ان انا اقدم لك معلومه اكتر، حاول ان انت ما تتزعجنيش، حاول ان انت يعني تساعدني في حته ان انت لو ان انت تتفرج على الفيديو وتحاول تستفيد منه، ويكون الاتصال في حاله لو انت عندك كارت عايز تعمل له صيانه يكون في شغل وما يكونش في اي مضيعه للوقت يعني. واشكركم، وكان معكم احمد مراد. Thank you.